ينضم إلينا من واشنطن من محيط الكونغرس سهيل الشاعر مراسل الغد. سهيل، ما الذي تم في هذا الاتصال الهاتفي، ويعني ما أهمية هذا الاتصال الآن؟ نعم، في بيان الذي صدر عن البيت الأبيض قال أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اتصل برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وشرح فيه وجهة النظر الأمريكية فيما يتعلق بدعمها للانتقال السلمي الديمقراطي المدني للسلطة في السودان. وتحدث أيضا كما ذكرت عن خشية الولايات المتحدة من قيام عناصر عسكرية بتقويض هذه العملية السياسية، وشدد على أن ذلك سيؤثر على المساعدات الأمريكية وعلى علاقات السودان بالولايات المتحدة. كما جاء في المكالمة الهاتفية بحث الخطوات الضرورية اللازمة من قبل الحكومة السودانية لإرساء الاستقرار الاقتصادي ولدعم السلام، عملية السلام السودانية، وكذلك لبحث قضية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة في السودان. كما تم الإعلان عن إرسال المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمن إلى السودان لتأكيد دعم الولايات المتحدة المباشر للانتقال السلمي المدني للحكم في السودان، وكذلك لمناقشة التحديات الإقليمية ولتشكيل يعني موقف حواري بين الولايات المتحدة والسودان حول موضوع الخلافات السودانية الإثيوبية وضرورة حل ذلك من خلال يعني السبل السلمية. كما سيقوم فيلتمان بإخبار رئيس الوزراء السوداني حمدوك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع للقائه في البيت الأبيض في القريب العاجل. نعم سهيل الشاعر، كنت معنا من أمام الكونغرس، شكرا لك.